مرحبا، حلقة جديدة من مستر تك، واليوم حنحكي عن شيء أنا ناطره، صار لي كتير ناطره، صار لي من أيام الـ X2 Find X2 ناطره. حنشوف شو هو هذا الشيء من بعد الفيديو الصغير ونعرف العلبة دي فيها إيه. من بعد ما شفنا الفيديو مظبوط، نحن عم نحكي عن الأوبو الوايرلس السماعات الإنكو W31. كان صار لي فترة ناطرها، هي نزلت صار لها بس ما كانتش معي بعد، وأخيرا حصلت عليها. خلينا نشوف مع بعض العلبة شو فيها. خلصنا بالعلبة، احنا بالاخير مش رايحين نشتري علبة، احنا رايحين نشوف السماعات. اول شيء بنشوف التصميم، بس خلينا نشيل هيدا الستيكر، بدي اعمل صوت فيه عشان انا بعرفكم بتحبوا تسمعوا هذا الصوت مثل ما انا بحبه. بعد في هون شقفة صغيرة خلينا نسمعها، حتى انه ما في صوت انا بدي اعمل صوت فيها. ها ها اوكي. تصميم رائع، تصميم هندسي فريد، بيجي شكله حلو، بيسمح هيك انه الملمسه ملمسه حلو، من ميله بتحسه خشن من ميله الثانيه ناعم، مع اللوجو تبعون اوبو بيجي من فوق. هنشوف فتحتها، يمكن الصبايا بيحبوها بيحسوها مثل علبه الميك اب هيك، بس تفتحوها هيك بحطوها هيك كانه فتحين ميك اب وحطلعوا بعد شوي وبلشوا. تصميم السماعة حلو هيك فريد، يعني مش شايف هيك تصميم فريد، فريد عن جد، هو فريد من نوعه، تصميم فريد من نوعه. بيجي عرفت انه بيجي بلونين، بيجي باللون الابيض واللون الاسود، و ثانك يو لاوبو انه اول شيء هن بعثوا لنا اياه، منيح انه جابوا لنا اللون الابيض، بحبه للون الابيض طالع حلو. مصنوع من البلاستيك ومن مواد صلبه، بتيجي بجوده عاليه، بتجمع بين السطح، هذا هو السطح اللامع والسطح الغير لامع. حتى من هون عم نشوف هون في لمعة، وعم نشوف من هون ما في لمعة. تيجي من أكثر السماعات اللاسلكية اللي بتقدم شعور بالتميز، بتحس حالك إنه حامل سماعات مميزة، ووزنها مش كتير كتير كبير، يعني عم تحكي وزن السماعة 4.6 جرام، والعلبة كلها بتيجي مثل ما هي 50 جرام، وهذا بيخليها منيحة وحجمها حلو ويعني جميل لأنك تحطها بجيبتك، بتيجي يتفت. يعني في عندنا بعض المحلات وبعض السماعات اللي بتلاقيها كبيرة، أو العلبة اللي بتلاقيها كبيرة، بينما هذه منيحة تحطها بجيبتك، بتيجي مقاومة للغبار، وهذا الشيء بيكون أحسن إذا أنت بتعمل رياضة أو عم تعمل تدريبات خارجية أو داخلية، هذا الشيء منيح لإلها. بيجي كمان مقاوم للعرق خلال الرياضة ولرذاذ المي ب معيار IP54. تحتوي العلبة كمان على، عم نشوف هون هيدا الفتحة التايب سي اللي هي بتيجي للشحن السريع، وبيجي عندك هون في شيء بعد من برا، لا بيجي من هون هيدا الليد لايت اللي بتيجي تعرف العلامة البطارية، وهيدا تبعون الاقتران وقت بدك تعرف التليفون او تعرف السماعة على التليفون، لازم تكبسها كرمال تفرجيك الاقتران تبعون العلبة. تمتاز سماعة اوبو انكو W31، اسمها طويل شوي، بمحرك قوي ووضعه ديناميكي بسموه الباس مود، اللي بيجي محسن للصوت وبيقوي وبيبرز الايقاعات الموجودة
وفي وضع التوازن بيجي هيك بالانس مود للترددات العالية والمتوسطة الموجودة فيه، وحتى المنخفضة كمان بيكون عندك أنت حرية الاختيار بأنك أنت تنقي أي نوع أو أي ستايل أنت بتحبه. الأوبو إنكو W31 بيحقق نقل جودة صوت أقل من 100 ملي بالثانية، كمان بيستخدم تقنية البلوتوث 5.0، هذا شيء كتير منيح ليحقق لك تشغيل سماعة راس هيدفون بجودة عالية. تتمتع السماعة بوظيفة مميزة بتقلل الضوضاء النويز كانسليشن أو بتقللها لحد كتير قوي، وكمان الضوضاء الجسدية اللي بتسببها الأذن بحد نفسها. كمان عندها تقنية مقاومة الرياح وعزل الرياح من حواليك والبيئة اللي حواليك، إذا أنت في عندك عجقة أو في كتير ناس عم تحكي وأنت عم تسمع موسيقى، هيدي التقنية كتير منيحة وتخليك تنعزل عن الأشخاص أو عن العجقة اللي موجودة حواليك. كل سماعة مزودة بميكروفونين عندهم حساسية عالية كتير إنه يلغوا الضوضاء بنوع من الذكاء الصناعي لهيدا الشيء، بتاخد تحكم بالأوامر الصوتية وبتعزز قدرة التقاط الصوت بشكل كامل كليا مع خاصية الحد من الضوضاء اللي احنا بنعرفها الـ ENC، فبيمكنها تحديد الضوضاء وفصل الصوت البشري بطريقة كتير ذكية، وبتفصل كمان الرياح وبتفصل كل شيء حواليك وبتحصل على جودة مكالمة جميلة جدا. مع هذا كله في عندك خاصية التحكم باللمس لضبط مستوى الصوت، تشغيل موسيقى واستقبال مكالمات، كمان تغيير مسار التشغيل إذا مثلا أنت عن طريق مساعد صوتي من خلال النقر، يعني مثلا إذا عم نحكي هون ثلاث مرات بتنقر على واحدة من السماعتين بيطلع لك أوبشن، مرتين مثلا على اليمنى بتنقل من غنية للتانية، النقر مرتين على اليسرى بتغير وضعية الصوت. هذا الشيء كله أوبشنز فيكم تتعرف عليهم أكثر بس تجيبوا السماعة وتستعملوها. وبنوصل لجودة الصوت، الأوبو إنكو W31 عندها مكبرات صوت بغشاء الجرافين المزدوج، هذا بيخليه يوسع المجالات وصول الترددات المرتفعة والعمق تبع الترددات المنخفضة بشكل فعال جدا. وبنوصل للبطارية، وهيك جهاز لازم يكون عنده بطارية قوية. البطارية مصنوعة أول شيء بدي أقول من الليثيوم أيون، بتيجي بطارية سماعة الرأس اللي هي محطة بقدرة 25 ملي أمبير مع بطارية حافظة للشحن بقوة 350 ملي. شو بتكون بهالأرقام كلها؟ بقلكم ساعات عمل بلا هالعجقة، ساعات عمل عم نحكي نحن 15 ساعة من التشغيل الموسيقى، اسمعوا منيح 12 ساعة من مكالمات، عم نحكي بس بشحنة واحدة تستغرق وقت شحنها ساعتين ونص تقريبا مع الحافظة الشحن أو ثلاث ساعات ونص من دونها. بتيجي مع تقنية شحن سريع وهذا الشيء كتير منيح، ولمدة 10 دقائق هذا بيخليك تشتغل فيها حوالي ساعة. وبنوصل للسعر، بتيجي لعندي بتقول لي يا إيهاب يا مستر تك سماعة مثل هيدي ومن أوبو أكيد بدها تكون غالية، قديش سعرها؟ لا مانا غالية. سعر السماعة للأوبو إنكو W31 بالسوق الإماراتي 299 درهم بس قبل ما تروحوا تشتروه فوتوا أونلاين وشوفوا أوبو أرابيا أوبو بالإمارات قديش عم تعطي سعرها، كتير أيام بيعملوا أفراد وخلينا نلحق الأفراد. سعرها بهالمواصفات الموجودة كوايرلس أنا بلاقيه كتير منيح وكتير منافس. لهون بنكون خلصت حلقتنا اليوم، كنا مع السماعات أوبو إنكو W31 الوايرلس بسعر 299 درهم، سعر كتير منيح لهيك سماعة فيها كل هالمواصفات. بس ما عندي شيء أقوله، كانت هذه ختام الحلقة و باي.